مشاهدينا الكرام، ومن أخبار السياسة إلى أخبار المال والأعمال والنشرة الاقتصادية. نعم، ودينا شرف، أهلا بك دينا. أهلا بك سحر، وشكرا لك أميمة. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري عرضا معلوماتيا أشار إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة التحديات بمرونة لا مثيل لها، حيث نجح في تحقيق فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2020-2021، وذلك بنسبة 1.46%. وكما أظهرت بيانات المركز أن حجم الإنفاق على الاستثمارات العامة شهد زيادة بنسبة بالمئة مسجلة 30% وبقيمة 2.4 مليار جنيه، وكذلك زيادة في حجم الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بنسبة 10.4%، بالإضافة إلى 9.3% زيادة في حجم الإنفاق على قطاع التعليم، و 3.2% زيادة في حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية، و 22.8% زيادة في حجم الإنفاق على قطاع الصحة. أكد وزير البترول طارق الملا أن قطاع البترول قام بالعديد من الإجراءات لتطوير سياسات واستراتيجيات التوسع في الطاقات الخضراء بالتزامن مع استضافة مصر القمة العالمية للمناخ أواخر العام COP27. وأشار الوزير إلى نجاح قطاع بالتعاون مع شركائه الأجانب في الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعاً لتدفيع غازات الشعلة واستغلالها كوقود لتشغيل المولدات والأفران بديلاً عن السولار في 10 شركات تابعة لها. كما أشار الوزير إلى الأهمية المتزايدة التي يكتسبها الغاز الطبيعي في ظل اختيار عدة دول حول العالم له كأفضل وقود أحفوري يتمتع بخصائص صديقة للبيئة. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتماما بالغا بتحفيز توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها محليا والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي لها. وخلال لقاء عقدته مع وفد من إحدى الشركات العالمية لصناعة السيارات الكهربائية، أشارت الوزيرة إلى أن السوق المصرية تتمتع بكافة المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزاً رئيسياً لتصنيع السيارات في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا. ومن جانبهم قال مسؤول الشركة أنه يجرى حالياً الانتهاء من مركز لوجستي للشركة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 20,000 متر مربع. قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من 8% أثناء التعاملات لتقترب من أعلى مستوى لها في أكثر من 13 عاماً الذي بلغته الشهر الماضي، وذلك بفعل توقعات بزيادة في الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال. وصعدت العقود الأمريكية للغاز تسليم يونيو بنسبة 8.1% لتصل إلى 8.380 دولار للمليون وحدة حرارية. أظهرت أرقام من مكتب العمل في ألمانيا تراجع البطالة بالبلاد في إبريل على الرغم من أن الحرب في أوكرانيا تتسبب في إبطاء التعافي المستمر الذي يحدث بدعم من رفع الإجراءات المرتبطة بكائحة فيروس كورونا. وقال مكتب العمل الاتحادي إن عدد العاطلين عن العمل انخفض 13,000 بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 2.28 مليون، وظل معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية مستقرا عند 5%. ختام أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى سحر وأميمة، إليكما. شكرا لك دينا.